عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المدينة المفاق مساكنة مدينة فاس. اليوم أننا كنتواجدوا في المجلس الجماعي، جينا كنعبروا وكنماصوا الحق الدستوري ديالنا اللي هو احتجاج، كنحتجوا على هذا المجلس الجماعي، وعندنا السبب علاش أننا كنحتجوا حتى هذا المجلس هذا مرت عليه 4 سنوات، وكنلاحظوا أن هاد 4 سنوات داز استعجاب، كما كنقول دائما النتيجة صفرية، ما كاين حتى شي حاجة في مدينة فاس. جا قتلونا بالوعود، قالوا لنا أنهم مدينة فاس الصبح رائدة في صناعة الطائرات، الصبح تحت المرتبة الثالثة وطنيا في صناعة السيارات، قالوا لهم فركم فرص الشغل، إلا أننا كنكتشفوا النتيجة صفرية، ما كاين لا ملاعب القرب، ما كاين لا معامل، ما كاين لا فرص الشغل، ما كاين حتى شي حاجة. كما كتشوفوا معنا هما الساكنة اليوم جاوا كيحتجوا على هذا المجلس هذا، ورافعين شعار واحد اللي هو ارحل، حيتاش جلالة الملك نصر الله في الخطاب الاخير قال ان الشعب مابقاش كيثق في السياسيين، هو بنفسه مابقاش كيثق في السياسيين، حيت السياسيين قتلوا الناس بالوعود، وقال انني ما قدتش عليه المسؤوليه انه يحط السوارس ويمشي بحاله ويخليها الناس كفاءة الناس اللي قد ان المدينه القدام. ما بغيناش ان ولادنا يمشيو يهاجروا، ما بغيناش ان الشباب يهاجروا، ما همش اللي يمشي يحتج، بغينا الطمأنينة والسلام في مدينه فاس، والسلام عليكم. هاد العمدة ما دارت حتى حاجة لهاد البلاد، والشباب ضايعة وما عندنا ما نديرو به من أصلا، يمشي غير بحالته حط السوارت هو شنق على ديك الكرسي ما بغا يرخي، وها العرض صحتو لا ما يمشي بحالات، بعدين من ما يعطيناش بالتيسع، حنا كنموتو ولادنا كيموتو، هو جالس مع راسه واخد راحته، يمشي بعد منا عز الله يعطيناش بالتيسع، شنو نديرو به؟ ما بغا عندنا ما نديرو به، يمشي غير بعد منا. السلام عليكم، عمر الوزاني الابراهيمي الفاعل الجمعوي. كاين للاسف الانجازات ما لقيناش الانجازات، كاين فراغ في الحصيله، كاين ما كاينش العمل، ما كاينش التنميه على مستوى مدينه فاس، وبالتالي الحصيله كنلقاوها صفر. الحصيله اللي كنسجلوا على المجلس ديال مدينه فاس وعلى العمده كرئيس المجلس الجامعي ديال فاس كنسجلوا صفر حصيله، وكاين غياب تام للعمل، اللي وكاين الوعود اللي وعدونا بها في الانتخابات، وعدونا بانهم غادي يقوموا لنا بالتنميه، غادي يحبروا لنا الفساد، فاذا بهم كنلقاوهم ما كيقوموا لا بالتنميه، بالعكس هما اللي كيحميوا رموز الفساد والمفسدين. ولكن للاسف كنتاسفوا على مدينه فاس، حنا ابناء ديال مدينه فاس وكنعيشوا البطاله وكنعيشوا التهميش، كنعيشوا الفقر والهشاشه للاسف الشديد. بغينا منهم حتى حاجه، يديوها فينا شي شويه، يعبرونا رحنا كائن حي، رحنا عايشين معاهم في المغرب، زعما الا راه الا هما شافونا ما 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 كنشوفو منهم حتى حاجه، كاع ترشحنا عليهم ما زادونا والو، لا مدارس لا لا بناء لا والو، ما كيديروا لنا حتى شي حاجه مفيده في الحياه، ما شفناهم ما شفنا حتى حاجه. ما دار حتى شي حاجه، ما خدم ما والو، انا بالنسبه لي انا داري ريبه، وكل واحد كيعطيني وعود، وانا كاريه ب 14000 وداري ازاله سلالة القاطو الثاني خرجونا منها، ودابا انا كنخلص الكرة زعما في الوادي الحق. رشيد الفايق زعما نعم الراجل كيعامل الناس بدون هذا الشيء، وهو اللي مؤخرا هو اللي خرج داك الدراري المساكن اللي طاحت عليهم الصوب، اللي ما عطاهم حتى مقدم، هو حتى اللي ما عطاهمش اهميه وجا عزاهم، هو هو المسكين مولاه طيب في الشتا وهبط، وكل واحد كيطلع عنده عمره ما خيبوا الحقيقه بالله بدون هذا الشيء. وما نكذبش عليك انا بدا نيابه عن الباب مفتوح، والاندلس جماعه الاندلس وكل شيء وصفاه مقاطعه باب مفتوح، الدراري كلهم حنا باغيين رشيد الفايق.